يحصلها مشتركه ياسين بيحصلها لعب يعرض الملعب جول جول الله اكبر مو مقتن الهجمات ما خلوا ندر هجمه حلوه جاسم يعقوب بياخذها بعد ما رجع شوف هاجم فريق الكوري هجمه عكسيه مرتده لما لعبها جاسم على طول الدخيل دخيل بتاعنا بيحسب بيستنى تنتظر وبيحسب الغايب بيحسب يسجل الهدف الدخيل في الدقيقه 34 في الدقيقه 34 الدخيل تفاهم كبير بين الدخيل وبين جاسم يعقوب جاسم يلعبها بالقوه لفيصل الدخيل بالهجمه العشيه في دقيقه